أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا حيدر الساح أكد إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد. أشار إلى أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي أمراض معدية. كما أعلن الساح ارتفاع حالات التلوث بمياه الشرب في مدينة درنة إلى 150 حالة، منبها إلى أن مياه الشرب في المدينة المنكوبة غير صالحة للاستهلاك ويجب الاعتماد على مصادر أخرى. أماكن النازحين الموجودين بالأمس 55 حالة إسهال، اليوم ارتفع العدد إلى 150 حالة. للأسف مصدر التلوث مياه الشرب. نوهنا مرارا وتكرارا إن غير مسموح باستخدام مياه الشرب العادية اللي موجودة في المدينة.